أهلا ومرحبا بكم في قناتي كروشيه ليلى فاسين. في فيديو اليوم إن شاء الله سنرى فيه قراءة الباترون لعمل سلسلة بالنسبة لرمز السلسلة، فهو على شكل حلقة دائرية. هذا هو باترون رمز السلسلة، عبارة عن حلقات دائرية على هذا الشكل. طريقة، دائما نبدأ بعقدة البداية، نأخذ الخيط على هذا الشكل، ثم نأخذ الإبرة ثم نعمل حلقة على هذا الشكل ونسحب الخيط داخل الحلقة. هذه هي عقدة البداية. بطريقة أخرى نأخذ الخيط ثم نعمل حلقة على هذا الشكل، بحيث يكون الخيط القصير أسفل الخيط الطويل، ثم ندخل الإبرة عند الحلقة ثم نسحب الخيط. هذه هي عقدة البداية. إذا عملت خيط قصير أعلى الخيط الطويل، فلن نستطيع عمل الحلقة. دائما يجب أن يكون الخيط القصير أسفل الخيط الطويل، ثم ندخل الإبرة داخل الحلقة ثم نسحب الخيط داخل الحلقة الدائرية على هذا الشكل. هذه هي عقدة البداية. ثم نعمل السلسلة على هذا الشكل، نسحب الخيط داخل الدائرة على هذا الشكل. هذه هي السلسلة أو سلسلة البداية. هذا هو رمزها في الباترون، فهي عبارة عن حلقات دائرية. في الفيديو المقبل إن شاء الله سأريكم غرزة الحشو ورمزها في الباترون إن شاء الله. من يرى الفيديو على قناتي لأول مرة، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل جديد. لنلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله.